لازم نبدا كلامنا بالفوز الكبير اللي حققه نادي القرن النادي الاهلي على الغريم التقليدي نادي الزمالك بنتيجه 5-3 في القمه رقم 123، وفي المباراه نقدر نقول عليها مباراه دراميه من الطراز الاول. الاهلي اكتفى بخمس اهداف في مرمى الزمالك اللي قدر يرجع تاني للمباراه في اخر ربع ساعه ويقلل النتيجه. لكن من الحاجات الجميله اللي اهتم بيها الجمهور على السوشيال ميديا هي الارقام والاحصائيات، واللي منها مثلا ان المباراه شهدت تسجيل 8 اهداف، وده رقم قياسي جدا في تاريخ لقاءات القمه، بالاضافه كمان لان المباراه شهدت اسرع ثلاثيه بين الفريقين في التاريخ، تم احرازهم في 25 دقيقه فقط. وكمان قدر موسيماني المدير الفني للنادي الاهلي انه يكسر رقم المدير الفني الاسبق البرتغالي مانويل جوزيه المسجل ب 3 اهداف في 29 دقيقه فقط. لكن الاهم الحقيقه هو ان المباراه فعلا تليق بقمه الدوري المصري وبقيمه الاهلي والزمالك وجمهورهم العظيم اللي رسم الحقيقه صوره جميله جدا للروح الرياضيه امبارح في المدرجات، وشايفين اللعيبه وفرحتهم معانا اهي بعد فوزهم، وكمان شفنا جمهور الزمالك بيحيي لعيبته بعد الخساره، وشفنا جمهور الاهلي بيحيي لعيبته والجهاز الفني بعد الفوز التاريخي بخماسية. ألف مبروك للنادي الأهلي وجمهوره العظيم الكبير، وهارد لك للزمالك.